يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل سيدي ربنا الخالق سبحانه وتعالى إخي قد يعفديس إذن سيد العمارة القاعان إخي قد أخلاق دقيقا سبحانه وتعالى إخي قد القاعة سبزوال أسمين إسيدي فوك إخي قد يعفد أري عمارة القاعة يجي يقال سيدي ربنا قويس هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إخلقت ذي القعانة، إخلقت ذي القوكر، وإخلقت البشر يعمر القعانة. إيه مثل أنت رانا يعوذ أن يعمر القعية دي نسوينة دي كان دي المخيس أنت ديوين أمكارت يعمر خطر العمارات شيء حوجة سنين العمارة معنى هذا الإصلاح، ولكن أنت ديوين الإصلاح أنت ديوين أمخ اللي يخدم الإصلاح. إذن أني مكسرة ثمسات الصنعة التي سند وين تصنع السيد ربنا يخلقني قاعة يخلقني على ذات عمرا إذن تساني مكسران ذا شك صنعين القاعة وإذن تساني مكسران ذا شو مرأي صنعين العبد ذنين على ذات عمرا لكن يقال سيد ربي قويس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى إند لو كاتالو دي نون كود دي اي صنع عمر القايه كي مشات تدخل درس الصلاح دي دوني نون صارت الحوت باش تشوفوا بالسلامه دي دوني ادوينك الدقيق لك اللي قاعني ودوين كي دقيقنا العود باش هذا السامر نتي دي فكان لو كاتالو مكرات يحول نتي زرا باش هو السحر اما القاعني انا زعما داك اليوم اما داك الشيء اللي نقول هذا الشعر كان ماشي انا ديوي العبد ديال المخنس وسيد ربي فكان الضمانات ان وين اريت عن ادريديو إن الدنيا خسرانا وليت سفيرا وفريد وليت عيش هذا الشقي اللي دونيت ألي فوق بسلامة اللي دونيت إلو لداش بحال ودي فوق داش بحال ما قلت بكالا دي قال سيد ربي القواليس عزيزا ذي ليا في سمية وثياثة وعشرين أكو ذي ليا في سمية وربعة وعشرين دي سورة طه يقال سيد ربي القواليس فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن وين يفعل أدري ديو وين أريض عن وين أريض عن سيد ربي سبحانه وتعالى وين أريض عن فين صلى الله عليه وسلم يدي شجع يدي شجع يقود لك كتره بسري عمر العبد القائد يسري الحوم لعبد القائد. إذا أصل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وهذا ضعي من فينس أدي يتبع المنهج سيد ربي أدي فوق السلامة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أدي فاز الفوز اللي أم قرآن ربح أم قرحان. إذا يقرد فمن اتبع هدايا ضلال دفكا وين يتبع الفريدين إن فلا يضل ولا يشقى إن أريد سفوفي أريد سنحرف إن دوني تعيش الشقي غلي دوني معنى ثو ذا فينس أدفو مرة ذي عايش تشو ذا اللهنة تشو ذا ثقالي للرزق تشو ذا ثقالي للسكينة القوليس أبي تهني الخطر يسا دي تهني الخ... ويسا دي تهني المخيس يا للخير ذي لا أدي لي غرورس أبي سعدي ثو ذا العين كان خطر يتبع في الانسي دربي يقرد أخلاق سبحانه وتعالى مثل لسورة النحل أدي تكمل معنى الآية كذا بالحد دون ذلك يند من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ونرخ من العمل الصالح ما يخدم ما يخدم العبد العمل الصالح أما صنطوها ما درجاز العمل الصالح أدي يخدم أفوذ من سيد ربي وذي غاز سنان النبي صلى الله عليه وسلم أدي يخدم الصلاح ذي القاعة أما درجاز أما صنطوها أم كان ذي قال أدي يند الإنسان المؤمن يصرام يومن صربين يومن السلاخف يومن الوشو المهمة في دي دفكاسي دي ربي غردوني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إصرار فشو في دي دفكاسي دي ربي غردوني أسيخدم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ثو ذاتي نسمى دي الدوني ثم دي يخاف يقرب فلنحيينه حياة طيبة هذه تمكيد إن الأذى
أذسك ثلث العليم الحياة الطيبة خذت كلمة فلنحيينه حياة طيبة ولنجينه أجره بأحسن ما كانوا يعملون. أسيك ثلث العائلة دوني أولي تخمين أولي صوفين أولي قارزة دي نقص أولي شكرا ما في شغفين أولي شلهم أولي شلغم أبي سعدي ثلث التزديد ثلث اللهنة خطر وقيت الميزان ثلث يتمثل ماشي الميزان ثلث الشين دوني نغض داريا نغض كرا أكوين مرنوك يخبروا في الطعن سيدة ربي الطعن سيدة ربي غير الميزان وما ذلك العبد يقضوا عن سيدة ربي خلقه سبحانه وتعالى ذا شاز دي فك أزدف كيانا لهنا قول إذ الميزان أي يتمثل أين يفغون سعود العبد ماذا يقولوا سعى لي هنا وسعى لنا نقول سعى ذا شيك ساعة وإذ مرادي التنعم دخل النعمة ويشي هنا إذا سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى يعبد شيء مؤمن هذا شيء في الكيانة هذا شيء في الحياة الطيبة يلي خير ذي يعبر في الناس إن دي أنا نصف الرجع ذي لخف أجر من قرح ذي يخف إذا أثي سكش من الرجل فرجع يعبد يكسر عيد مثلا إذا أخذت كان عيد مثلا دعوة لا يجب أن يدي لك سيدة ربي قويس عزيزا إن ويناي تبع نفريدي فمن اتبع هدايا إن أريد الحال في أوفري إن أريد عيش الشقي أيش كمين ذي ليك في 24 إن دو من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضركة ونحشره يوم القيامة أعمى ماذا كنا نعبد في عالم بريديش قصد كان يتمثل ومن أعرض عن ذكري يفضي بريديش أسفك سيدة ربي ذا معيشة وعرض وفي سدره يوم القيامة ذي يخاف ذي الدرون وشوية له ولا شوية سيدة ربي ولا شوية ربح الناعم 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 الأخف أثي سيدة ربي مرة فين العاية كامل دينا أيك ويجي عبد في مصريف أخطر من داقيا ولكن دينا ذا شو عالس ديك شملا داخل بوليس ذلك حبيه الدوني ثلاثة يويزت الباقين ذا المرة في شوية له ذلك السوف أنا كان يوفريد جهنم البعيد غجور بجمع من نغار يوم إذن دشوا أبكال دقاء ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا المعيشة الضنكا أتبع ضربي فلا نرجب يعني إذ مثلا سمعيشة وعراد خاصت كان قرد بعض العلماء إنك الضنك ثلاثة يقل حروفة الضاد ذنون أكد الكاف أسيك سيدة ربي الضيق الضيق من الصدر أسيك ربي الشوي غذاغي قويس وتسيلا له بخير دائما متقلق دائما يحزن دائما نسلها مثل الغم اين يفغو سعود اين يفغو يكسبيث اين يفغو ماذا قلنا ويجمال تحدد ولا نين يسعى ولكن لها مثل الغم وشي سوى خيرارة دائما انقوا بصير لا للعبادة السوابان والتقى ذي الدنيا ذي قاذي قلن قلمان سن ذي قاذي سعى ماشي الفقراء ذي قلمان سن أنت ولا تخ من تسرفي لي من سن نغل غالي من سن صلصص نغل جن دوان غالي من سن نغل قردي من سن في الباتيمون أدخل من أذن غني من سن الخطر أرفنا لنا نبوي ينا أين لن دوني مرة يوقف في لسن وقف ضيق من الصدر بعيد عن جنبي جي مؤمنين أتفلون بواس حشو مثل قضاء مات ديبراسيون أيوف من الصدي قاتلين مات ديبراسيون دينا عن جنبي جي مؤمنين فبس أدفع إذا خمع فرناس إيمانيس عن جنبي جي مؤمنين إذا الضيق من الصدر قال ينا لو عارضت معيش خير قوين مرة ما لا يخدم مرة يوعى خير قوين كوي غير يقدم مرة قطف اليوعى السهاية وتي تفرى أخي نجرب بين جي مؤمنين هذه سعود الكدي المعيشة وريح بسالة خذ ماء وريح بسالة فيهم وريح بسالة الكسب أويد كان خطر ولا ربوانا يكسس ربي القناعة وسيفك ربي وسيفك ربي البركة قوي نسعى أين يبغو يكسبي ما في خسر سوى النمس أدي فلوس أدي الحمى الزاد ولي حبسان الخمامة ما تقبل ما تقوس الرويس الوشو ليس بدأتو ثني شوية لا الرويس وثني زرارة لا نويد دي تسلسل ذي قيرة في الوحدة قير أدفنا الرو سلطسن وانا روح نسمح على الخمامة وقف يا ذا الكرن أني دفن تصن وثن جن تصن وحبسنا ذي الخمامة كام إذن لبعيد غجر بيجي مؤمنين أدي بعض ربي في لفة معيش طوعات أي مثل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وين يفعلوا غير نسي ربي ولا سي بالوار وين العايه الى قد يعطيك او يزمر هذا العبد اد يعمل شي ربي
الى قناعه الى قدنا عقيك ماشي ولا عبي راسي ربي استزاري في هذيك الانتظارنا من بعد هي وتشور ماشي سيدي ربي تشور ويا ونا عطاس نغمصوصو نغمصوصو نخدموك الشعائر ندير كامل ولا نخدو ميتين عمرا ان اين نزر الساكن وجمال العبد هذا فين كرايات مثلا شوف لا تجهد نخدم يا خاطر ولكن تجد داخل الدوني تلقى عمرا ويا ونا كرايات مثلا خاطر يتبان دي العامل بنادم كيف اذا خزر كان مالا مقي اية مثلا لا يجن في 27 لشورة طه اذ قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا وني ثاني وبريدي من السكر تبع عيشه وعرض وتسجل على يوم القيامه ما تنقارن غير ليا في 26 27 سورة الزخرف وكان ذي قصيد ربي عزيز ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون خصكم إيمان وين راهي فانا في ذكر سيدي ربي أما كنت قال لي نايم ثم زوج ومن أعرض عن ذكر سورة طه إذا كان قال ومن يعش عن ذكر الرحمن وين فانا في ذكر سيدي ربي المعنى كيف كيف مثلا ومن يعش عن ذكر الرحمن لاش هذا يخدم سيدي ربي ذي اللي أنا ندرو دار أسك سيدا ثم زوج سورة طه سيبقى ربي ثم عايش طبعا ولكن ذاكينا ذاكينا سورة الزخر فالذي قال نقيض له شيطانا فهو له قرين إيمان سيدي ربي غاسي أسيج الشيطان اللي يريد القرين يلصق غروس انت يغيو ما يتصل غروس ما يكل غروس ما يدي كل اللي دار لي سمع غروس الشيطان ماشي سوى خيرا لا اله الا الله محمد رسول الله بعض ربي في الغيب من الجميع ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين ذا شاش يخدم الشيطان اللي اتي الشفري وغري ازدس اسي يسحم المرة ما كوي كربين يخدم وغري سيدي ربي لا سيدي انا من المريزاتيس هذه تفسير الذي قال وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون أهل الشوفاء أفذرين من سيد ربي سبحانه وتعالى واسمي قلق لكم بفريد مستقيم في الليل بعد فبيس أغجر بيجي مؤمنين إفغي ذن ربي ولكن يجعلي منش ولشو إلا ذي الصواب على الإنسان إذا تم عيش طبعا أنت سندك الشيطان من البعيد عن جربي جمونين أريلي لك غير طرفيس استيار سيد ربي يلصق غير ورس إذوين أثي تسوين غير جاف أثي السواد حاشا ماذا قلنا إزمان أثي السواد من غيمانيس أسير مرة ما كوي إبادة الخير ضطيها أثي دي أخر فلسل إبادة الجاف أسني الله من المريم أمر ذا أثي تسوي غير ورس وإنسان أثي جعلي مانيس في الطريق المستقيم غريوة الآية تسجيل المعنى وتفسير الآية النظام باش أنظر أيضا مثلا خرب وين يكفي معنا قريب نشيد ربيهم حاجة وين العايمة ريفة أسيتك سيد ربي ثلاثا إلهان دي الدوني أي شما قاية أبي زرب اليوم الدوني ذي الضغط تلحوه في الناس أي الضغط تكسبت أي الضغط تصعد وتسوي ذرائي ذي وستاتي مسف الدوني ولاش غير يقول دافيس غير ممكن يلك تراجع هناك مرة يا عباد غروس كام وكان بوين يخدم مرة نوك ولا قرار تصوت غير غروس أكان يد مثلا تخزر الجاثيف وسع عشان يدخل من ذا فض تخزر جاثيف وسع عشان يدخل من ذا فض أزيد عشان يدخل من ذا فض أذفر عشان يدخل من ذا فض رجل الشفيع صلى الله عليه وسلم كديخة الناس جبريل عليه السلام عيش ما شئت فإنك ميت وحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به عيش إن كاجبن ولا قرارات سنفض حمل من كاجبن ولا قرارات فاقض خلمي كاجبن ولا قرارات ستحاسب في الناس وس قرارات فوق السلامة دقوين دخل دقوين دخل ما وقيل مستحيل وألف ألف مستحيل كأي نيفو يغزي في عمر ولا قرار ليس كامل 59 سنة قاعد سيدنا نوح يبقى كان يبدا دار قرر يسي ميس فوق الوس عليه دايم فوق الوس عليه يروح أمك أنا مزيف ذو ذاتنا أنت سعاش وين دخل كل غار غروس يمشدون كل يبقى سي قاعدان ذا قرر فين قرر غار غروس أمك هاتن قبل
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أسني سرجو من رم الدم كامل مثل أسني غشي دمي ونودي تسالنا خصف كان الذي قال سيد ربي سبحانه وتعالى يتكلم دي سورة الزخرف مين دي قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا أسمد يقول غرغوري أسمد يغير يقول سيد ربي سبحانه وتعالى أم أنسى أم الشيطان نيغي يقدر لكني قطع لك الغرغورس حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين الناس الناس وكان أركسين غلا غلا وكان بعد وكان يريك نذر قاعني قلنا قال يديك أركن 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 هذه من نور دي سينا نور دي مسلم دي سينا لا وسينا الشيطان في السفر لك نوبري ولكن أمي هذه وخ هذه وخف لش بجد وكين غيون كان وإنه يقولي هذا روح جهنم ولكن يجريس إنسان كجيد مثلا سبحان الله وين يبغى هذا يعيش ثو ذات ثو ذات العين أفريد كنز دبوا هذا يعيش للدنيا وزمر هذا يغاي خطر التقام على التمقاية ما كان يبغى بيش يسعمو يظهر نظام على الحضر نظام عش للشانس نظام يجعل ميجرو حديد ليش ينريش يقدر بعده أو أدو أخذ يقام هذا في الدنيا لا ودي صغيرة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة له وقائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون ولو ذبيذك أنه لا الذي ينشي منه ولكن ذبيذك أنه يكتب عنه أبريد فرن الإسلام ذات مثل النغم من آدم أسلم سفود دارين لا أين ديرهم أما نتفدي الدين سيمن أما نتفدي الجنة غيوة جميعا سيدة ربي شرها غير الجنة ولكن وين يقولون فريد الجهنم ما يبدي وخرف لسه شرس خلط أصغر قواد ربي ثمس حشر في مرضي وثر يرى نتمنية نتمنية نخرب وين إلا الفرع للإسلام أذدي الشم غير الإسلام وقف يدي فدي حي أي خطر ما دي ملك الموت ذي قفض الروح نينس أسينا من نغار بري ما دغي غدي نسيم إبر نذي من يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل خزر كان سيدة ربي قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أذو غاين أسقل أنا غسل أنا غربي أرغى الدنيا ثانو غاين ينشي من إذن ثقويد أخربوين إلى الفرع للإسلام أديو أديك شو غير الإسلام دو كيدا فريد إيشوين غير الرحمة إيشوين غير جنوث الدين سيدة ربي ونين الدين عند الله الإسلام وكل إنسان مسلم يفاني وفريد إلى قد يتوب غير سيدة ربي غادي يستغفر قول هذا في فدي حاي وتسغل ما فريد الشيطان كان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين كم مثلا كان الشيطان دعا ذو إن آدم إذا تسجد يشوفه ذي الجنف ويقيم دعا ذو وقال رويس حشب إفلا العمر الدوني كان مثلا إذا أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.